السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله اليوم ال 12 في عمر الكتاكيت. الدورة بتاعتنا زي الفل ومكملة على خير. النهاردة درجة الحرارة بنحاول نخليها من 28 ل 29، بس يفضل إنها 28 أفضل. النهاردة عمر الكتاكيت 12 يوم زي ما قلنا. على المية مستمرين بننزل مضاد السموم 12 ساعة، والغسيل الكلوي 12 ساعة التانيين. بالنسبة للعلف منزلين عليه شيح، اتكلمنا على شيح في حلقة مفصلة قبل كده، أهميته وأهمية استخدامه. طبعا الشيح بيستخدم للكوكسيديا. ناس كتير سألتني وقالت لي الأفضل ان هو يضاف على المية ولا على العلف. الأفضل بكتير طبعا ان هو يضاف على العلف، ده بالنسبة لتجارب كتير انا برضو اتكلمت عنها قبل كده. انا بالنسبة لي بستخدمه على العلف، بحاول اطحنه على قد ما بقدر، وبيتحط مع العلف عادي خالص. بتحط 5 جرام لكل كيلو علف، يعني كل كيلو علف بيتحط قدام الفراخ بتحط عليه 5 جرام شيح. يعني لو هتحط 3 كيلو قدام الفراخ بتحط مثلا 15 جرام شيح. الحمد لله والشكر لله. الاوزان النهاردة متوسط الوزن 350-360 جرام، وده متوسط ممتاز كويس جدا. كتاكيت حيويتها زي ما حضركم شايفين. الاستهلاك بتاع العلف والمية ماشي زي الفل، مفيش فيه اي مشاكل. النهاردة اليوم ال 12، وزي ما قلنا احنا مستمرين من اليوم العاشر لحد اليوم ال 12 بننزل مضاد السموم مع الغسيل الكلوي. اهمية مضاد السموم يا جماعة قلنا كتير ووضحت في فيديوهات كلها قبل كده. مضاد السموم مهم جدا 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 للفرخ، فوق ما انت تتخيل. لو هتربي كتكوتين بس مضاد السموم مهم. قلنا العلف بيبقى فيه سموم فطرية بتتكون من تخزينه ومع عوامل كتير جدا برضو اتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده، ضروري جدا بنستخدمه. ناس برضو ما زالت بتبعتلي وبتسألني الفرخ بيموت من غير اي اسباب، بدون اي اسباب، ما بيديش اي مقدمات. ده بيكون بسبب تراكم السموم في جسمه. السموم بتبدأ تتراكم او بيبدأ يظهر اثرها من اليوم العاشر. بننزل الجرعة من اليوم العاشر لليوم ال 12، بعد كده بنبدأ ان احنا نريح اسبوع، وبننزل مضاد السموم لمدة 3 ايام بالتبادل برضو مع الغسيل الكلوي لمدة 3 ايام. بنرجع بعد كده بنريح اسبوع، بنرجع ننزلها على العمر 30 برضو لمدة 3 ايام. اهم حاجة استخدام الغسيل الكلوي مع مضاد السموم. مضاد السموم بينظف السموم من الجسم، الغسيل الكلوي بيطردها مع الفضلات اللي خارجة من جسم الطائر. طبعا بدأت الكتاكيت تتكدس، العدد بقى زايد في المتر. ان شاء الله بإذن الله اليومين الجايين هنفتح الادوار الجديدة، الادوار اللي تحت نحط فيها برضو ننقل فيها الكتاكيت عشان الكتكوت ياخد راحته. وزي ما قلنا قبل كده ده طبعا بيمنع السردة اللي هي التفاوت في الاوزان، ان هو يظهر عندنا كتاكيت صغيرة وكتاكيت كبيرة. وفي نفس الوقت برضو علشان الكتكوت ياخد حريته في الحركة، وده طبعا بيزود التحويل عنده، بيخلي الكتكوت يكبر بسرعة. الناس اللي بتسأل على الكتكوت اللي انا بربيه، انا بربي كتكوت كب. طبعا الكب بيبقى صعب شوية في تربيته، بيحتاج منك انك تكون عندك خبرة في التربية. جربت تربي قبل كده؟ ما كنتش جربت تربي، يستحسن ان انت تجيب كتكوت رص. الرص بيستحمل شوية درجة الحرارة. وبإذن الله
نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس عشان ينصلكم بإذن الله كل جديد، وانتظروا إن شاء الله حلقات جديدة جاية بإذن الله.